انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت امن اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، 1,160,000 اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الآن. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. تعاون مع الكنيسة وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. احنا كمسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي الأعزاء، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد، جزاكم الله خيرا. هل يؤمن المسيحيون أن مريم هي زوجة الله؟ هل كان القرآن عاجزا عن فهم معتقد المسيحيين ببنوة المسيح كما يزعم المنصر رشيد حمامي؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طبعا المسيحيين لا يؤمنون أن الله ولد أو يولد بالمعنى الجسدي، ولم يكن له كفوا أحد. بعض المفسرين قالوا الكفؤ هو الصاحبة، يعني ليس له. طبعا المسيحيون لا يؤمنون أن الله له صاحبة. فكرة الولد مقترنة بالصاحبة في القرآن. القرآن يعتقد أن المسيحيين يؤمنوا أن الله تزوج مريم وولد عيسى، هذه الفكرة القرآنية، وأخطأ القرآن في هذا، أخطأ جدا. لم يرد بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. يقول صاحب القرآن إن كان الله يقول هذا الكلام، ألا يعرف الله أن المسيحيين لا يعتقدون أن الله تزوج بمريم وخلف عيسى؟ والآية اللي ذكرها رشيد حمامي لا علاقة لها بالمسيحية إطلاقا، فالآية تتحدث عن مشركي قريش الذين زعموا بأن الجن والملائكة هم أبناء وبنات الله، ولكن المسيحية تؤمن أن الله اتخذ مريم زوجة أو صاحبة أو عروس. ولم يكن له كفوا أحد. بعض المفسرين قالوا الكفؤ هو الصاحبة، يعني ليس له. طبعا المسيحيون لا يؤمنون أن الله له صاحبة. عاوز أكلمكم عن القديسة العذراء مريم عروس الله. لم تكن القديسة العذراء مريم فقط أم الله، بل هي أيضا عروس الله وصديقته التي كانت تحفظ كلامه في قلبه. أيتها العذراء السيدة النقية، عروس الله العادمة العيب، عروس الله العادمة العيب. تخيلوا بقى ان الملاك بيقول العذراء كده حسب النبوة في المزمور، انسي ادم بيت ابوكي وانسي شعبه، لانك انت يا بنت يا جميلة هتبقي ملكة السماء، انت هتبقي ام الله. ارتباطك النهاردة مش بآدم وشعبك، هيبقى ارتباطك بالملك. الملك اشتهى حسنك والملك هو ربك. اظن مفيش وضوح اكتر من كده. جاي يخطبك عشان تكوني ام الله. طبعا دخل الملاك وبشرها وقال لها مباركة انت في النساء، وقال لها سلام لك ايتها ايه الممتلئة نعمة. شمعنا العذراء مريم هي البنت في كل نساء العالم في كل الأجيال التي اختارها الله؟ بنقول في التسبيحة تطلع الآب من السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل وحيده أتى وتجسد منك، فما فيش من يشبه العذراء. عشان كده احنا بنرفض الترجمة اللي بتقول سلام لك ايتها المنعم عليها،
منعم عليها معناها بنت عادي جدا زي اي حد، ربنا انعم عليها انها تكون ام الله. لا، قال الممتلئة نعمة. والعذراء الطاهرة، انت وحدك بين جميع الاجيال ظهرت اما لله، وانت وحدك يا بريئة من كل عيب صرت مسكنا للاهوت، ولم تحترقي بنار النور الذي لا يدنى منه، فلذلك جميعنا نباركك يا مريم عروس الله. أيتها السيدة الطاهرة العذراء النقية، عروس الله العادمة العيب، عروس الله العادمة العيب. وفي كتاب ماذا يحدث في الإكليل المقدس بالصورة وبالكلمة للأستاذ الشماس فيكتور بشير، في سي التوكية الأحد، تجسدا من الروح القدس ومن مريم العروس الطاهرة، وفي لحن يقال في توزيع أعياد العذراء وصومها: لأن الرب الذي بلا بداية اختارك له أيتها العروس العجيبة هي مريم. ونقرأ في كتاب دلال شهر كياك التسبحة والمدائح الكياكية، طرح أدام على القطعة التاسعة من سي أوتيوتوكيو يوم الأحد: لسان البائس والخاطئ لا يستطيع أن ينطق بكرامة مريم. المقطع بيقول: افرحي يا عروس عريسها إلهها، افرحي يا من ولدت الذي ترتعد له صفوف الملائكة. سبحان الله، كلام لا يعقل، فكيف تلد مخلوقة ربها؟ كيف تلد عروسة خطيبها اللي هو في نفس الوقت إلهها؟ فالإله طبقا للعقيدة النصرانية يخطب وليه أم وليه عروسة كمان. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طبعا المسيحيين لا يؤمنون أن الله ولد أو يولد بالمعنى الجسدي. من هو الأقنوم الذي يلد ولا يولد؟ الآب. طب الأقنوم الذي يولد ولا يلد؟ واضح. الابن ابن لأنه مولود، والروح القدس روح لأنه إيه؟ أعمل إكسرسايز. مين الأقنوم اللي يلد ولا يولد؟ الآب. طب مين الأقنوم اللي يولد ولا يلد؟ طب مين الأقنوم اللي يلد ويبصق؟ برافو. المسيح هو الله وابن الله. إزاي؟ كما تقول إن الإنسان يلد إنسانا واللي مولود يبقى إنسان وابن إنسان، تقدرش تقول غير كده. كل واحد فيكم مش نقدر نقول عليه إنسان وابن إنسان. إذا لما يكون ابن الله هيكون إله، إله من إله، لأن إذا كان الإنسان يلد إنسانا والطائر يلد طيرا والسمك يلد سمكا، إذن الإله يلد إله. إذن حكاية إن هو الله وابن الله دي ما فرقتش. إذن الإله يلد إله. إذن حكاية إن هو الله وابن الله دي ما فرقتش. والكلام ده بيأكد قول الله سبحانه وتعالى في سورة مريم آية 88: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وفي الآية 92: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. القرآن يعتقد أن المسيحيين يؤمنوا أن الله تزوج مريم وولد عيسى، هذه الفكرة القرآنية، وأخطأ القرآن في هذا، أخطأ جدا. ولكن القرآن لم يذكر أن المسيحيين بيؤمنوا أن الله تزوج السيدة مريم وأنجب منها عيسى. والآية اللي ذكرها رشيد حمامي هي رد على المشركين اللي زعموا أن الملائكة بنات الله، واللي بيوضح المعنى هو قراءة الآيات السابقة للآية المذكورة. ومع ذلك توجد طائفة مسيحية تؤمن أن الله تزوج من السيدة مريم وأنجب منها المسيح. مين هو المسيح بقى بالنسبة للمورمان؟ المسيح هو ابن الله بالجسد، يعني الله، يعني الله اتجوز أنجب المسيح وخلف المسيح عن طريق أن الله الأب عاشر زوجة من زوجاته وغير مسمى، وبالتالي جاء منها المسيح روحيا في الأول، وبعدين عاشر مريم وجاء من مريم المسيح. المسيح هو أول ابن لله، ابن حقيقي جسدي، ابن الجسدي ومن الروح. حينما حبلت العذراء مريم بالطفل يسوع المسيح ولده الآب في مثاله، لم يولد بواسطة الروح القدس. بيرجام يانج، شوف يقول ايه،
يسوع المسيح له 46 كروموزوم، 23 من الآب و23 من مريم. يخبطوا على البيوت ويخشوا يقعدوا مع الناس ويشرحوا لهم النشاط بتاعهم، مش من أول قاعدة يقولوا لهم إن في تعدد زوجات، ولا إن الله الآب ده كان إنسان واتجوز وخلف يسوع المسيح وخلف الشيطان وبعد كده اتجوز العذراء مريم وخلف يسوع تاني. يقول الله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، فالآية تزم الوثنيين اللي جعلوا لله صاحبة أو زوجة أو عروس. والواضح أن المسيحية اقتبست من الوثنية الكثير من المعتقدات، ومنها فكرة أن يكون لله زوجة وولد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً.